من دابة الرشهر رفيع العجب العجاب. هذه هي علاش خديت انا الدكتوراه ديالي. اول حاجه علاش صالحه، هذه هي الميزان بالمصران الغليظ، لا منفوخ تفشوا، لا فيكم القب تحيدوا، لا فيكم الاسهال تحيدوا، اختصاص الكونسير ديال الكولون ديال المصران الغليظ. لي ميم زونزيم نفس الشكل، تعطي قتله للمعده وجميع مشاكل المعده. لا عندكم ميتامبسيد الركابي ملتهبين منفوخين 20 30 عام. لا خديتو ميتامبسيد انا غنوريكم، شرحوها ديروها في رجيه الركابي، حزموا باش بغيتو، باندا شرويطه اللي بغيتو. بالليل في الصباح كنتو تكذبوا، في الصباح تفشات الرجال ومشى الصداع، ولكن غير هدينا هدنا الا بقينا الشفاء التام ضد البروديه الروماتيزم ولا لاتروس. حتى في الفارماسي حتى دابا ما كاينش دواء تجاري للبروديه الروماتيزم ولا لاتروس. بهذا العشبه الشفاء التام من 1980 عطيني واحد المصداقيه ما تصوروش في الدواء ديالها، فيها العجب العجاب. نعطيكم ميتامبسيد هادي للجرح، تتعطي للجرح قتله ما تتخليش سيكاتريس خطيره للحريق. النسخه اللي غنقول صراحه بثلاثه، لان حنا رجال ليكم العيالات، اللي شفت الهضره وصلت للجامع باغي نصلي شفت راجل كبير طلبته قلت له الله يرحم الوالدين، قول الناس اللي كبار تعطوا حسنات الله خدوا موراك. بيضه ساهله وهي رقم واحد في المانيا حتى في السبيطارات والكلينيكات وعاد لها اختصاصات لي سبيسياليست كل شيء، تعطيهم الزيت ديال الزرعه البيضاء ولا يعطيهم الزرعه البيضاء ياكلوها. الرحمه تقبض الله، الرحمة راح تصير من الأغلبية الأدبية هذه تبقى. ثانيا لا خدينا حفنة ديال الخزامة، شدينا حنا في كاسرونة صدنا حفنة ديال العرعر، حنا في كاسرونة صدنا يطرو ونص ديال الماء تبخناها واحد دقيقة ولا جوج، خلينا تخمر واحد الساعة مليانة صفينا، هذاك هو باش توضى. الرحمة تبقى بطلة بالزربة، حيد عندنا الحكة، حيد عندنا الطفيليات، حيد عندنا كل شيء ونقص عندنا داك السيلان. هذا الا كان يمدمك بلونش غير سيلان عادي ما مريح ما حتى حاجة، مي الا كان مريح نفس الوصفة غنشدو بلاتي زيت. درنا خزامة ودرنا العرعار تبخناه صفيناه زدنا عليه حكينا بصلة وصفيناها وعصير بصلة زدنا على هذاك هذاك الليكيد داك الماء وهي باش نتوضا. دونك اول حاجه الصفار من المستحسن راه نقدروا نطحنوا بالبشور ديالو، من المستحسن ما نديروش البشور، خذوا غير اللوك ديالو في 99.99%. غنعطيكم واحد الوصفه لاب حامضه حامضه ان سيترون حامضه تتسمى القراص حامضه، عصرناها زدنا على كاس ديال الماء دافي عاطيك السخونيه، خدينا شديناها طحناها في ميكسر وخلاط اللي تيطحن لينا، خدينا واحد الفص ديال الجو فرع ديال الثومه حيدنا قشرنا حيدنا القلب، القلب ما تيتخدم الا على جوج سوايع. من بعد الناس اللي عندهم المعده شي ضعيفه ولا شي حاجه اللهم نتفاداو في الاول هذا المشكل. اذا خدينا الثومه قشرناها حيدنا القلب ديالها طحناه، درنا كاس ديال الماء دافي، درنا عصير ديال سيترونه ديال حامضه، درنا فرع ديال الثومه، زدنا اربعه ولا خمسه معيشه ديال المعدنوس، زدنا واحد العرش ديال الكرافس، زدنا واحد نص بصله بيضاء ولا حمراء بحال بحال البوارو خصنا منها اللي تيسميو البورو. لحنا كلشي في ميكسر زدنا عليه معلقه صغيره ديال العسل الحر، طحنا صفينا، هما اللي هاد الكاس هو اللي تشربوه على جروحات بجغمه بجغمه قبل الفطور. ما عمركم بقيتوا تعرفوا المشكل ديال الصدر، صالح الضيقه، صالح المرضى الريا، صالح السرطان ديال الريا، صالح الرواح كله كيف ما بغى يكون نوعه. المعده تعطيها قتله، طفيليات، الحناج، اللي بغى يكون في المعده، الرحمه، الصديق العزيز الحميد، الشرايين ديال القلب والذاكره والخلف والشيخوخه ضد الالتهابات، فيها العجب. الحامض بوحده هو الفروي، هو ملك الفروي، ملك الفواكه الحامض. هذا اكلا انا راه عطيت له وصفه رخيصه، راه كاينه وصفه تتسوى 13 درهم. رقم واحد خرج العقل اللي فيها، فيها العجب العجاب، تتشافي 95% من انواع ديال السرطانات، 95% من الامراض المستعصيه فيها العجب العجاب. هذه غاليه، الناس ما عندهمش هذه الامكانيات 13 درهم باش تقام ثمن الكرو اللي مديور لي انا.
اما اللي مشى التاكسي واللي هذاك راه من فوق 30000 درهم. هاد الوصفه ما تنهضروش عليها، تنهضروا على الوصفه ديال المسكين دائما على الحوايج اللي رخاص. هي الوصفه اللي جبنا دابا رشيد القمح والصوجه والحلبه والعدس والإبلة والفرطان والذره ولا الشعير وزنا زريعه الشمشلان زريعه القتال غذاء الملاكي حبوب لقاح البروبوليس. هاد الوصفه خويا عاش على شكل صحوح، واحد ملعقه صغيره قبل الاكل والنوم حيات لينا المناعه. دابا تهنينا اول حاجه مشكل المناعه باش نداويو هادي ما تقشرش علينا من شيها، والمناعه حتى هي ما تقدر تداويها. قدامة دابا هاد الويفيرا نوع ديال الصبا بوحدو فيه الكفاية باش يقدر يشافي، ولكن اللي خاصنا مدة 3 شهور 4 شهور. جبدنا قبيلة على الجبوج أو الورق الزيتون، قلنا ضد الطفح الجلدي. إذا نسمع عندنا لاريستولوش، لاريستولوش هي برستم، برستم راه سامة ممنوع تشربوها، راه الناس ياخذوها. انا اللي تنهضر معاكم راه هذه 21 عام خدمتها للسرطان ديال الدم لا لوزيمي وشافاتو ليا، ولكن اللي تتعطي فشل كلوي الحمد لله. السيده هذاك ما تقاسش، مي تنصحكم دابا تنهضروا على برستم. برستم اختصاص الاكزيما والطفح الجلدي كله. المشكل عندك، مي برستم ممنوع تشرب. غير ناخذ برستم 200 غرام ديال برستم، 50 غرام ديال الورق ديال الزيتون، 50 غرام. لا دير خويا اكتب برستم، دير 200 غرام. انا نعطيك وصفه شويه مركبه شويه معقده. درنا ورق الزيتون والريحان 25 غرام 25 غرام. بيموت مصاصة الخياطة، بيموت نوع ديال الخزامة راه بدات دابا. المصاصة لو بلوندار خرجة معقل لي فيها، بيموت مصاصة الخياطة. الزعتر أزيان لامونياك، لامونياك سو فورم دو روش، سميتو؟ لا لا معروف. لامونياك سو فورم دو روش، أي غتجي من سميتها؟ لا، غتاخد لونع. لونع، لونع. لونع. راه عطيناها للكلف، راه قبض لها الكلف، وطبيعي وكل شيء. ستي لونع، ياك؟ بون كيما الامونياك، الامونياك زيد اخويا، زيد الملحه نفس المقدار، الاعشاب المذكوره دائما الملح، ملح الطعام. انا احسن الزيتون عارف كاع ما تنحسو عارفين هادشي كله. اي 25 غرام الو اسمع سعيد الماء 250 واحد الشيطرو يطبخ او يطبخ على شكل مركز تبقى لنا رابعه. زعيم خل التفاح زائد قطرة دو بريفيرون من المستحسن القطرة الغليظ واحد ملعقة كبيرة. ما يكونش ديال